مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياك طريقه تحضير الفطاير باللحمه. عنا كوبين طحين، هيدا حجم الكوب، مي فاتر، ملعقه صغيره ملح، نص ملعقه صغيره سكر، وملعقتين صغار خميره. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله، بحط طحين مع بعض، الخميره، سكر، الملح، حركن شوي. بحط شوي شوي مي وبعجن. بسم الله. هيدي العجينة خلصناها، رشيت رشة طحين صغيرة بهيدا الشكل. هلا بغطيها وبتركها اقل شي 40 دقيقة لتخمر. لنكفي الطريقة مع بعض. هلا عندي وقتين لحمة مفرومة، زيت نباتي، ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ونص ملعقة صغيرة سبع بهارات، وبصلة وسط مقطعيتها بهيدا الشكل. بحط زيت فوق البصلة، بسم الله، وبقليها على الغاز. بس أخذت البصلة هيدا اللون الأصفر الخفيف، هلا بحط فوق اللحمة. بسم الله. حط رشة ملح، كمان البهارات، الفلفل الأسود والسبع بهارات، حركن منيح. هلا بقليهم لتستوي اللحمة. هيدي اللحمة بعد ما قليتها منيح بحطها على جنب لتبرد، وهيدي كمان العجينة بعد ما تضاعف حجمها. هلا بدنا نبلش بالعجينة. عند طحين بدي استعمله للعجينة، حط شوية طحين على الطبلية. بعمل العجينة بهيدا الشكل. بحشيها لحمي بعد ما بردت الحشوة. بهيدا الشكل. كمان بعملها بهيدي الطريقة. بالشوكة. هيدا الشكل. بنضف عنا طحين عشان اذا قليتها ما يحترق طحين. بحطها على جنب. هلا عنا زيت حامي، بحط الفطاير بقلب الزيت. بسم الله. هلا بقلبهم على الميلة الثانية. طوّم من الجهتين. هلا بشيلهم وبحطهم بوعاء. هولي فطاير اللحم اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.